السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، الطفل المميز الذي لم يبلغ يحاسب على الفعل اللي فعله لكنه عاقل. الطفل المميز الذي لم يبلغ، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، رفع القلم عن ثلاث، وفي رواية الحد رفع عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، والله أعلم. السلام عليكم.